بكم في فيديو جديد من سلسلة احترف برنامج وورد. في هذا الفيديو راح نشرح موضوع مهم بالاستمارات اللي هو إضافة القائمة المنسدلة. حتى نضيف قائمة منسدلة لابد انه نضيف المطور، وطبعا المطور حتى نضيفه بالقوائم يجي الى ملف، ومن ثم نجي الى خيارات، ومن ثم تخصيص الشريط ونضع علامة صح على المطور. في حال لو كان بهذا الشكل نضع علامة صح ومن ثم موافق، راح يتم إضافة قائمة المطور إلى القوائم الحالية. بعد ما ضفنا المطور نجي إلى هذا الخيار اللي هو أسفل الصورة اللي هو عنصر تحكم لمحتوى قائمة منسدلة. بعد ما نضغط عليه بهذا الشكل راح يتم إضافة القائمة المنسدلة. حتى نضيف خيارات هذه القائمة نجي إلى خصائص، وطبعا راح نضيف عناصر لهذه القائمة. عندنا مثلا هنا الجنس، راح نضيف ذكر وأنثى من خلال إضافة، راح نكتب ذكر ومن ثم موافق ثم إضافة جديد ونكتب أنثى بهذا الشكل ثم موافق ثم موافق. طبعا بالإمكان تعديل الخصائص، مثلا ممكن نضيف اللون، ممكن يكون باللون الأحمر أو الأسود ومن ثم موافق. نجي إلى الاختصاص بهذا الشكل، وأيضا طبعا نضيف عنصر تحكم اللي هو راح يكون قائمة منسدلة بهذا الشكل. نجي إلى خصائص ومن ثم إضافة، راح نضيف مثلا دبلوم ثم إضافة جديد، راح نكتب بكالوريوس ومن ثم ماجستير وأخيرا دكتوراه ومن ثم موافق. طيب حتى نضيف تاريخ بشكل دايناميك نضغط بهذا المكان، وطبعا نجي إلى التاريخ هذا الشكل. طبعا بهذا الشكل نضغط على الخيار عنصر تحكم محتوى منتقي التاريخ بهذا الشكل، راح يكون عندنا التاريخ. طبعا بإمكاننا إضافة التعديلات بهذا الشكل من خلال الصفحة الرئيسية، وطبعا نضيف التنسيقات مثلا 20 بولد، ومثلا ممكن يكون لون أحمر. أيضا ممكن نحدد هذا الجزء، طبعا ممكن نختار حجم 26 وبولد، أو ممكن يكون 24، ممتاز، بولد ولون أحمر بنفس الطريقة هذا الشكل. ممكن يكون بولد، وطبعا ممكن يكون حجم 24 واللون أحمر. الآن بعد ما تم إضافة القائمة المنسدلة طبعا بإمكاننا الاختيار بشكل سريع، ممكن نضغط على الجنس ونختار ذكر أو أنثى، أيضا ممكن نختار الاختصاص بكالوريوس أو دبلوم، وأيضا نضغط على التاريخ ونضيف التاريخ مثلا 17/1/2022 بهذا الشكل. طبعا إذا لاحظ القائمة المنسدلة راح تفيدنا كثيرا بالاستمارات. بإمكاننا نحدد مجموعة من الخيارات للمستخدم، وطبعا المستخدم يختار الخيارات من خلال القائمة المنسدلة.